السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل الأخبار بأبرز العناوين. مثقفون يحذرون من تعاظم تهديدات الجماعات المسلحة للسلم الاجتماعي. بدء أعمال الملتقى الخامس للعلماء والدعاة لإقرار ميثاق العمل الدعوي. مرحبا بكم. استكملت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة بطالة الخريجين ورفعته إلى الحكومة للنظر والبت، ويهدف إنشاء هذا الصندوق إلى التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال إعانة شريحة الخريجين الذين لم تتح لهم فرص عمل، وذلك لمعالجة بطالة الخريجين كحل مؤقت، وبما يضمن حماية الخريجين العاطلين عن العمل من الانحرافات بدافع الفاقة والعوز. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الصندوق سيمنح إعانات للخريجين المقيدين في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في أمانة العاصمة وباقي محافظات الجمهورية، بحيث يشمل المقيدين من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع. وتم تحديد مقدار الإعانة الشهرية للمستفيدين من الصندوق بالحد الأدنى لهيكل الأجور والمرتبات المعتمدة في الدولة. ووضح مشروع القانون الضوابط والآليات التي تحدد الصرف والاستحقاقات. أقام المنتدى العربي للدراسات والتنمية السياسية اليوم ندوة بعنوان مستقبل التعايش السياسي والمذهبي في اليمن في ظل الجماعات المذهبية المسلحة. وألقيت في الندوة أكثر من ورقة عمل تناولت الأولى المشهد السياسي الراهن في اليمن وبروز الصراعات على أكثر من صعيد، والتي أرجعها معد الورقة إلى التشدد الفكري والثقافي وتداخل هذه العوامل مع بنية الدولة خلال الفترة الماضية. وتناولت الورقة أيضا ما أسمته بغياب الجانب الفكري والثقافي من وثيقة مخرجات الحوار الوطني وعدم إيلاء هذه الجزئية الحيز الكافي، خصوصا في ظل بروز بعض التعصبات المذهبية والطائفية، مشيرة إلى أن توفر السلاح في يد بعض الجماعات المتعصبة سيعرض السلم المجتمعي للخطر. فيما تطرقت الورقة الثانية إلى دور السلطة في تأجيج الصراع، مشيرا إلى سعي السلطة في الماضي إلى إلغاء الآخر وعدم إنصاف المظلومين، وهو ما زاد من هشاشة بنية الدولة وضعف سيطرتها. وأشارت الورقة البحثية إلى أن غياب المواطنة المتساوية أدى إلى تشتيت المجتمع وتمزقه في ظل عدم وجود مشروع وطني واضح لبناء الوطن. بدأ اليوم في العاصمة صنعاء أعمال الملتقى الخامس للعلماء والدعاة لإقرار ميثاق العمل الدعوي، والذي تنظمه وزارة الأوقاف بمشاركة عدد من العلماء والدعاة. وتقوم وثيقة العمل الدعوي على عدد من الضوابط والمرتكزات، أهمها الالتزام بمرجعية الكتاب والسنة وإجماع الأمة وتعميق شمولية الإسلام لكل نواحي الحياة وجوانبها واحترام المذاهب الإسلامية السائدة في البلاد باعتبارها مدارس إسلامية، وتشدد على الالتزام بمبدأ التسامح ونبذ التعصب والتشدد والكراهية والحرص على تقوية النسيج الاجتماعي والقبول بالآخر واحترامه ما لم يخرج عن الثوابت المعتبرة شرعا، والارتقاء بالخطاب الدعوي والإرشادي بعيدا عن المؤثرات السياسية والمناطقية والجهوية. تظاهر العشرات من شباب الثورة أمس أمام منزل الرئيس هادي، وذلك للمطالبة بإلغاء اتفاقية بيع الغاز المجحفة بحق الشعب اليمني. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل فارس الشعري.
شباب الثورة خرجوا اليوم في مسيرة رمزية للمطالبة باستعادة ثروات البلاد وإيقاف الاتفاقيات المجحفة بحق الوطن، وفي مقدمتها اتفاقية بيع الغاز الموقعة عام 2009 بين النظام السابق وشركتي كوجاز الكورية الجنوبية وتوتال الفرنسية. خرجنا نطالب بإلغاء هذه الاتفاقية، اتفاقية الغاز، لأن النظام المخلوع باع الغاز لشركة توتال لمدة 20 سنة بسعر دولار واحد للمليون وحدة حرارية، بينما السعر العالمي 20.9 دولار للمليون وحدة حرارية. معنى ذلك أن اليمن يخسر سنويا 4 مليار دولار. المسيرة انطلقت من ساحة التغيير بصنعاء إلى أمام منزل رئيس الجمهورية، وردد المتظاهرون هتافات طالبت بتعديل أسعار الغاز المسال واستعادة فارق الأسعار عن السنوات الماضية وإلغاء جميع العقود الاحتكارية في مجالات استغلال القطاعات النفطية والغازية. إلغاء جميع العقود الاحتكارية في مجالات استغلال القطاعات النفطية والغازية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك خدمات نقل المشتقات النفطية، وإبرامها بما يحقق المصلحة العامة. حقوقيون وبرلمانيون وأعضاء في مؤتمر الحوار شاركوا في المسيرة، اتهموا الرئيس المخلوع بتلقي مبالغ طائلة مقابل التوقيع على اتفاقية بيع الغاز المسال، مؤكدين أن هذه الاتفاقية تثبت حجم الفساد الذي ظل ينهش اليمن طيلة العقود الماضية، داعين الحكومة إلى سرعة إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. هناك اتفاقية دولية، اتفاقية مكافحة الفساد، واليمن موقع عليها، وكل بلدان العالم موقع عليها، فرنسا موقع عليها. وتعهد المشاركون في المسيرة الجهات والأشخاص المتورطين في صفقة بيع الغاز المسال بالملاحقة القضائية محليا ودوليا. خرج اليوم شباب الثورة وبعض أعضاء الحوار الوطني يطالبون رئيس الجمهورية، يطالبون الحكومة بإعادة النظر في موضوع الغاز واتفاقية الغاز. الغاز اليمني يباع بأبخس الأثمان. إذا كانت هذه الثروة ستباع يعني بيع حرامي وأخس وأسوأ من بيع حرامي مثل ما يقال، فالأفضل أن تبقى في باطن الأرض من خير أن نفرط فيها، لأنها ليست ثروتنا وليست حقنا وحدنا فقط، وإنما هي حق الأجيال القادمة أيضا. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق موافقتها على اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع شركة كوجاز الكورية الجنوبية من 3 دولارات إلى 12.6، أي وفقا لمؤشر سعر البيع الدولي، غير أن شركة توتال الفرنسية ترفض تعديل الأسعار وتمارس ضغوطا مختلفة على الحكومة والرئاسة للإبقاء على سريان الاتفاقية السابقة والتي خسرت من خلالها اليمن مليارات الدولارات. وفي حال تمكنت الحكومة من تعديل أسعار الغاز فإنها ستضمن توفير موارد مالية جديدة تسهم في بناء اليمن الجديد. قال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن الوحدة اليمنية تعد إحدى النقاط المضيئة في التاريخ العربي، مؤكدا بأن الجامعة العربية مع الوحدة اليمنية، مشيرا بأن هذا يمثل مبدأ أساسيا للجامعة العربية، كاشفا بأن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي كان صريحا وقاطعا أثناء استقباله لعلي سالم البيض، مؤكدا بأن الوحدة اليمنية لا خلاف عليها. وأضاف بن حلي بالقول: لقد سعدنا أن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني قد عالجها بما يرضي كل الأشقاء، وبما يحافظ على الوحدة اليمنية ويزيل المظالم ويجبر الضرر، لكن تحت سقف وحدة اليمن. انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة عقيد الشرطة علي حليف رئيس عملية القوات الخاصة اليوم في عدن على خط ساحل عدن أبين، وقد أصيب رئيس عمليات القوات الخاصة بجراح بالغة، وكانت العبوة مزروعة بالخط وتزامن انفجارها مع مرور الضابط الأمني الذي كان متجها إلى معسكر الأمن بحي الصلبان بمديرية خور مكسر في عدن. وقال مصدر طبي في مستشفى الجمهورية بعدن إن المستشفى استقبل الضابط وهو في حالة صحية حرجة. دشنا صباح اليوم مشروع منظمات المجتمع للتوعية بمخرجات الحوار الوطني فيما يخص فريق بناء الدولة بمشاركة أعضاء من جميع محافظات الجمهورية، ويهدف المشروع إلى دعم مخرجات الحوار الوطني وإشراك المواطنين في العملية السياسية وأخذ آرائهم حول مخرجات مؤتمر الحوار، خاصة قضية الدستور وبناء الدولة. كما يهدف المشروع إلى تفعيل دور المنظمات في المحافظات
المحافظات والعمل على إشراك المواطنين في دعم مخرجات الحوار ورفعها إلى لجنة صياغة الدستور التي ستشكل خلال الأيام القادمة. نظمت مبادرة صناع النجاح في العاصمة صنعاء حفلا تكريميا للدفعة الأولى من خريجي الحاسوب البالغ عددهم 30 شابا وشابة. وتهدف مبادرة صناع النجاح إلى تأهيل الشباب للاندماج مع متطلبات سوق العمل بما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم في الوصول إلى أهدافهم المرجوة. هذا ووزع للمتخرجين في الحفل أجهزة لابتوب وعدد من الجوائز الأخرى تقديرا لجهودهم المبذولة خلال فترة الدراسة وتشجيعا لهم كونهم الدفعة الأولى للمبادرة. نظم ما يطلق على نفسه قسم المجتمع المدني للحركة الحوثية اليوم في العاصمة صنعاء مؤتمرا صحفيا حول الخطاب التحريضي في الإعلام المقروء وما بين ما يمارسه إعلام الحوثي من جانب وبين دعوته إلى التخلي عن التحريض الإعلامي من جانب آخر. مفارقات في سياق تقرير الزميل هائل البكالي. الخطاب التحريضي في الإعلام المقروء عنوان مؤتمر صحفي نظمه في صنعاء ما يسمى بالقسم المدني للحركة الحوثية، مؤتمر غاب عن فقراته الرأي الآخر وحضرته إحصائيات وأرقام قام برصدها وإعدادها أنصار وإعلام الحوثي، أرقام فصلت على مقاسه وسياسته الإقصائية. ففي تاريخ 3 نوفمبر 2013 نشر موقع مار بريس مقالة للكاتب أحمد محمد الدوقشي عنونت لهذا وقفنا ضد مشروع جماعة الحوثي. فحوى هذه المقالة وإمكانكم الرجوع إليها في المواقع الإلكترونية، فحوى هذه المقالة ومحتواها بأنه يبرر عدوان السلطة السابق على محافظة صعدة طوال 6 حروب. منذ الوهلة الأولى يظهر في المؤتمر الصحفي غياب الموضوعية في الإحصائيات التي نشرت، كما يظهر حجم الفصام الذي تعيشه مكونات جماعة الحوثي. التحريض الإعلامي سلاح فتاك تستخدمه قوى العنف لتغطية ما تقوم به ميدانيا من جرائم ضد الإنسانية تمارسه في وسائل إعلامها وتتبرأ منه في ذات الوقت في مؤتمراتها وندواتها. فبركات إعلامية أو قل إن شئت تضليلا إعلاميا يسعى إلى تجميل الوجه القبيح للجماعة التي لا تعرف سوى لغة السلاح. دعاة تعايش في صنعاء وقادة حروب في صعدة وما جاورها يتغنون باسم المدنية ويقتلون أبناء الجمهورية، يعتبرون من ينقل أخبارهم وأعمالهم تحريضا، بينما يغضون الطرف عن عشرات الجرائم التي يرتكبونها هنا وهناك ويغتاظون عمن يتحدث عنها. ولعل المشاهد لمثل هذه القنوات يدرك طبيعة عقلية أصحابها وسمات مشروعهم الذي يدعو من خلاله إلى تركيع الشعب. أفرغت اليوم 927 حاوية بميناء عدن بضائع متنوعة من المعدات الفنية المتخصصة لمشاريع استثمارية وتنموية. وكان ميناء الحاويات بعدن استقبل خلال الشهر المنصرم نحو 36 ألف حاوية من مختلف الأحجام. ويشهد الميناء حركة اقتصادية وملاحية متنامية مستندة من الخارطة الملاحية الدولية للميناء والمتمثلة بتطوير هياكل الميناء والتوسع في مجال الأرصفة والتعميق ودخول خطوط ملاحية دولية جديدة بوصول سفن عملاقة تصل إلى الميناء لأول مرة قادمة من أوروبا وبلجيكيا وألمانيا والصين وسنغافورة. مشاهدينا الكرام، قبل الختام نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. مثقفون يحذرون من تعاظم تهديدات الجماعات المسلحة للسلم الاجتماعي. بدءوا أعمال الملتقى الخامس للعلماء والدعاة لإقرار ميثاق العمل الدعوي.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام. نشكركم على حسن المتابعة وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.